أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الفردوس نزلا خالدين فيها إن الذين آمنوا كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا إن الذين
كانت لهم جنات
بشر مثلكم يوحى لا إله إلا الله
الله أكبر بسم الله.